كنت حابة ان انا اخش مجال الاعلام، وحاولت قوي ان انا اخش في قسم في الكلية، لكن لقيت عائق انه هما بيستعملوا التصوير بشكل كبير قوي. قعدت بقى ادور على حلول وادور على طرق عشان اخش المجال ده، لحد ما عرفت موضوع التصوير، وعرفت ان في مبادرة عاملها استاذ خالد فريد اسمها قد التحدي. دخلت المبادرة واتكلمت معاه وبدأت اصور وتعلمت الموضوع. في الاول بمسك ايده وبعرف طوله، وبعرف يعني اللي قدامي تخين رفيع، وبعرف الاول هرجع مسافة قد ايه، وبعدين ببدا اتكلم مع اللي قدامي عشان اعرف انا هاخد الصوره ازاي. ممكن يبقى هو مثلا باصص يمين باصص شمال، فانا اقول له مثلا طب اظبط اقف كويس، طب بص ناحيتي، طب يعني لا ممكن مثلا في ناس احيانا بتبقى عوجه رقبتها وصوتها بيبان ان هي عوجه رقبتها، فاقول لهم طب اعدل رقبتك او كده. في ناس بتبقى بعد ما بتتصور بتلاقيها حابه تشوف صورها بعد كده وحابه تتواصل. في منهم ناس دلوقتي عندي على الفيسبوك واصدقاء وبنتكلم وبيتفاعلوا معايا على كل حاجه بنزلها، ويعني الدنيا حلوه جميله. انا حابه اقول للناس كلها بالذات الشباب، بلاش تقف وتحط مشاكلك وتقول انا فاشل انا منفعش انا البلد وحشه. لا، بلاش تعلق ان انت مش لاقي نفسك او ان انت مش عارف انت عايز ايه. بلاش تحط حاجات تانية وتقول ان هي دي شماعة للفشل اللي عندك او المشاكل اللي عندك. حاول تقرا، حاول تثقف نفسك، حاول تعرف كتير، حاول تدور على كل حاجة وتقرا في كل حاجة لحد ما تلاقي نفسك وتحس ان انت لقيت نفسك في نقطة معينة او في مجال معين. بلاش توقف نفسك على حاجة معينة وتقول لا انا خلاص ما عملتش دي بقى مش هعمل. لا بالعكس، خد كورسات في الحاجة اللي انت حاببها، خد كورسات في كل حاجة عشان تبدأ تقرر ايه الصح وايه الغلط في ده.